هو مين عليه الوعظة النهاردة؟ مين عليه الوعظة؟ أعتقد السؤال ده بنسأله كتير قوي في كنايسنا. أنا اللي عليا الوعظة. أعتقد السؤال ده بنسأله في كتير من اجتماعاتنا، هو مين عليه الوعظة النهاردة؟ وعلى حسب إجابة السؤال ده هنحدد إذا كنا هنحضر الاجتماع ولا لأ. وأنا عارف إن في ناس مستغربة لأن هم شايفين المنبر فاضي وعليه فريق التسبيح بس، بس هو الصراحة أنا اخترت إن أنا أبتدي مؤتمر وان سينج وأنا قاعد تحت مش وأنا واقف فوق، لأن أنا السؤال ده بيغيظني، هو مين عليه وعظة النهاردة؟ فأنا نفسي إن إحنا نكسر السؤال ده ونبطل نقوله في كنايسنا، لأنه عارفين وأنا بسأل السؤال ده أنا كأني بقول أنا معتمد على الوعظ. أنا هو يا جماعة، هاي، إيه الأخبار؟ برحب بيكم في مؤتمر وان ثينج. لا صحيح، مرة ربنا قال لحزقيال الكلمات دي، حزقيال كان واضح إن هو واعظ جامد قوي، وربنا قال له الكلمات دي في حزقيال 33. قال له انت هتكون لهم كشاعر اشواق، شاعر لجميل الصوت يحسن العزف، الناس هتسمعك هتنبسط قوي قوي قوي، بس يسمعون كلامك ولا يعملون به. وساعات احنا كتير بنعمل كده، احنا بنيجي بنعتمد على واعظ معين، على قائد تسبيح معين، على قائد صلاه معين، على خادم معين، بس واحنا بنعمل الحركه دي من غير ما بندرى بنقول يا رب احنا مش معتمدين عليك، انا مش هاخد منك انت يا يسوع الكلمه، انا هاخدها من الخادم ده، ولو الخادم ده انا مش بستريح له وعظه يعني مش بيعجبني قوي، انا ممكن امشي، ممكن اروح البيت، ممكن العب في الموبايل بتاعي، ممكن اروح الحمام، ممكن اقعد بره الكنيسه، وكتير قوي مننا بنعمل كده. بس انا عاوز النهارده كل واحد يبص اللي جنبه ويقول له في المؤتمر ده مش هنعمل الحركه دي، المؤتمر ده احنا مركزين على يسوع، والشعار هو وانتم من تقولون اني انا. طبعا ما تقلقوش، انا مش هفضل طول الوقت هنا، انا هطلع يعني كمان دقيقه واحده، مش عاوزكم تقلقوا، في ناس ابتدت تقلق حواليا. بس انا نفسي اسلم على اللي جنبك واقول له انا جاي مستني يسوع، مش جاي مستني وعظ. وانت بتسلم على اللي جنبك عاوز اقول لك حاجه كمان، دايما ناس كتير قوي بتحب ان هي تطلع على المنبر وتمسك المايك وبتستقل شويه بالمكان اللي انت قاعد فيه، بس عاوز اقول لكم حاجه، انا ياما قعدت في المكان ده ومرات طلعت على المنبر، بس عاوز اقول لكم احلى اوقات حياتي مع ربنا لما بقعد في المكان ده، لان في المكان ده هو اللي باخد فيه الاحلام والوعود وبسمع فيه كلام ربنا وبشوف جماله وبتملي بيه وبغمض ودني وبغمض عيني عن اي دوشه حواليا وبتملى في جماله. فالمكان ده طبعا كل الاماكن حلوه ربنا بيحبنا، بس المكان ده ما تستهونش بيه، انت ربنا جايبك هنا النهارده عشان يكلمك. فنفسي قبل ما نبتدي نفسي نقول هتاف، احنا اتعلمنا نقوله واحنا في وان ثينج، بس قبل ما نقوله انا عارف انتوا عارفين ايه طبعا الهتاف، بس قبل ما نقوله مش عاوزه نعمله بطريقه ساعات كتيره بنعمل بيها الهتاف ده، عارفين ايه هو الهتاف؟ يسوع، نقعد نهتف يسوع يسوع يسوع، بس قبل ما نقوله وقبل ما نسقف، عارفين ليه في ناس بتتغاظ مننا ان احنا بنقول الهتاف ده؟ لان بيحسوا ان احنا بنقوله مهايبرين كده، او بنقوله بحاله نفسيه، او بنقوله كده وخلاص. بصراحه لو انت بتقول هتاف يسوع 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 وبعدين رجعت كنيستك وبرضه سالت في الاجتماع بتاعك قبل الوعظه هو مين عليه الوعظه النهارده، انا اعتقد الناس لها حق تتغاظ بصراحه. بس انا نفسي النهارده واحنا بنهتف هتاف يسوع ده قول يا رب، وانا بهتف هتاف يسوع دي معناها حاجه واحده، ان انا جاي في المؤتمر ده مستنيك انت، مش مستني اي حد تاني، وسوري يا رب على كل مره كنت معتمد فيها على خادم او متكلم او قائد تسبيح او انسان ما، ولو الانسان ده ما جاش انا قلت لك مش هسمع منك حاجه، انا جاي النهارده بتوب عن كده يا رب، عاوز اسمع صوتك، امين. فخلينا نقف مره تانيه، خلينا نقف وخلينا نهتف الهتاف ده، احنا هنقوله مره تانيه كلنا، بس مره تانيه بفكركم واحنا بنقول الهتاف دوت احنا بنقوله واحنا بنوعد ربنا ان سوري انا مش عارف اطلع منبر يا جماعه، انتوا برافو ان انتوا جيتوا كل العدد ده يوم الخميس. واحنا بنهتف الهتاف ده انا نفسي فعلا نوعد ربنا، نوعد ربنا انه يا رب هنبص عليك، امين؟ خلينا نقول مع بعض. يسوع 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 مرة تانية يسوع يسوع يسوع
من يسمع صرخة؟ من يسمع صرخة القلب الضعيف؟ وحده الرب يسوع. من يكسر قيدي ويتلف النير؟ وحده الرب يسوع. من بجراحي شفائي أكيد؟ وحده الرب يسوع. من يعطي الروح ليبقى معين؟ وحده الرب يسوع. عرفوا بين الأمم به يسوع، راحة كل النفوس به. يسوع 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 يسوع. أمين أمين. غمض عينك، غمض عينك وقول له يا رب، أهم من أنك تسقف قول له يا رب أنا بتوب عن كل مرة أنا مشيت من الكنيسة أو مشيت من خدمة أو مشيت من اجتماع لما عرفت أن في حد معين حيطلع يوعظ، لما قلت لك يا رب أنا مش معتمد عليك أنا معتمد على ناس تانية، بتوب يا رب عن كل مرة ما استنتكش فيها، بس أنا في المؤتمر ده مستنيك وعاوزك تنادي عليا، عاوزك تنادي عليا. قبل ما نسمع الكلمة النهاردة صلي الصلاة دي وصلي الترنيمة دي، إنه قول له كلمات شخصية منك ليه. زي ما أنا قلت لما كنت بقعد في المكان ده، لما بقعد في المكان ده أنا بستقبل من ربنا وبطلب من ربنا إن هو يكلمني. يمكن أحلى وقت عدى عليا الأسبوع اللي فات كله دلوقتي وأنا قاعد في وقت التسبيح تحت على الكرسي، لأن كنت شايف يسوع وهو بيتكلم. فصلي صلي قبل ما تسمع كلمة ربنا، قول له يا رب وأنا بسمع الكلمة مش عاوز اسمعها من انسان، انما عاوز اسمعها منك انت شخصيا. واحنا عارفين يا يسوع ان انت موجود وسطينا، وعارفين ان انت ارسلت لينا الروح القدس عشان يعرفنا ويفهمنا الكلمه ويمجدك ويعلن عن اشواق الاب. فيا رب يا رب تعالى تعالى يا رب النهارده وافتح عينينا، نادي عليا، امسك ايديا، افتح عينيا، قربني ليك قربني ليك. وانت بتقول كلمات العدد ارجوك قولها جد قوي، خلاص مش عايز حد تاني. اه خلاص مش عايز حاجة تاني، بس الأهم منها خلاص مش عايز حد تاني. انت يا رب هتتكلم هتتكلم هتتكلم، لأن أنا مستنيك، لأني مش مستني إنسان أنا مستنيك، فأنت هتتكلم. خلاص مش عايز حد تاني يا رب، احتياجي هو ليك هو ليك هو ليك يا رب. نادي نادي عليا، امسك ايدي افتح عيني، خلينا اشوف عرشك سما. نادي نادي عليا، امسك ايدي افتح عيني، خلينا اشوف عرشك سما. خلاص مش عايز حاجه تاني، هو ده مكاني قدام عرشك في حضورك. خلاص مش عايز حد تاني، هو ده اماني، ساجد مبهور اسمي نفسي فيه. خليني
أشكرك، أشكرك يا رب، أشكرك من أجل كل حد جه يا رب كلمنا، كلمنا في أول اجتماع في وانسينج. أشكرك لأنه لسه مش هنسخن يا رب، إنما أنت هتيجي تكلم كل واحد واحدة فينا. بصلي يا رب من أجل كل واحدة وواحد جه المؤتمر ده، طالب منك طلبة يا رب، واقع في عرضك بيقولك يا رب بقالي كتير ما شفتكش، بيقولك يا رب أنا تعبان وعاوزك تيجي وتشفيني، عاوزك تيجي وتحررني، عاوزك تيجي يا رب وتحسسني بيك، عاوزك تيجي وتكلمني كلمة خاصة جدا يا رب، بقالي كتير قوي ما تقابلتش معاك يا رب. بصلي من أجل كل واحد وواحدة جايين عندهم طلبات يا رب، تعالى واعلن اعلن اعلن عن نفسك لكل واحد فينا، لا يفقد أحد في المؤتمر ده، والمؤتمر ده نشوفك بطريقة أقوى وبطريقة أعمق باسم يسوع المسيح، باسم يسوع. خلاص مش عايز حاجة تاني، هو ده مكاني قدام عرشك في حضوره. خلاص مش عايز حد تاني، هو ده أمان يسوع. أنا ساجد مبهور بنورك، قربني ليه إلهب قلبي بيه، اسمي نفسي فيه، خليني هنا عطول معاك. قربني ليه إلهب قلبي بيه، اسمي نفسي فيه، على طول معاك. أمين أمين. تفضلوا استريحوا. بشكركم وعاوز أشكركم على حاجة قبل ما أبتدي الفقرة الأولى. أنا عاوز أشكر كل واحد جه بصراحة المؤتمر. أنا عارف إن إحنا بنعدي بظروف اقتصادية صعبة، وعارف إن الحاجات بتغلى، وعارف المؤتمر ده زيادة علينا في الجدول بتاع أعمالك. أنت عندك مؤتمرات في كنيستك، بس المؤتمر ده بيبقى داخل حاجة زيادة عليك، وعارفين الأسعار غالية لأن الأسعار غليت، بس برغم كده الناس جت، وبرغم كده أنت قررت أنك تيجي. وبصراحة أنا عاوز أشارككم بحاجة، عندي ضعف، يعني أنا عندي ضعف إيمان شوية. أنا ما كنتش متخيل أن الخميس الصبح فعلا يبقى كل العدد ده موجود، لأن قلت صعب الناس تيجي ثلاثة أيام، بس واضح أن في جوع وفي عطش. وزي ما أنا كنت بقول أن أنت أكيد جاي هنا يمكن في وقت حر ويمكن دافع كتير، بس انت جاي فعلا بتقول يا رب انا عاوز اتقابل معاك. امين. فانا بحييك وبحييكي، وانا متاكد ان ربنا هيجي ويتقابل معاك، لان هو قال كده تطلبوني فتجدوني، استطلبوني من كل قلوبكم. شعار مؤتمر السنه دي يسوع بيقول للتلاميذ، بيقول لهم ايه؟ وانتم من تقولون اني انا. وبصراحه انت لو فكرت في شعار المؤتمر هتحس يعني ايه الهزار ده يا جماعه؟ يعني احنا حافظين يسوع من واحنا صغيرين، احنا ممكن كل واحد فينا فعلا يطلع يوعظ عن الموضوع ده، احنا عارفين يسوع مين هو، صح؟ يعني انا معلش هنزل تاني، معلش يا جماعه انا بنزل كتير النهارده. يعني لو سالت كل الناس ممكن تقولي كلمه واحده عن يسوع؟ ممكن تقولي يسوع هو ابن الله. شكرا. يسوع هو ملك الملوك. شكرا. يسوع هو رب الارباب. ولو كملت اعتقد ناس كتير هتجاوب، يعني يسوع هو، يسوع هو ابن الله. امين. يسوع هو المسيح. أمين. يسوع هو؟ هو بابا. ماشي. طيب يا جماعة، يعني أعتقد أن كل واحد فينا ممكن يوعظ الوعظة دي أنه يقول مين هو يسوع، وكلنا حافظينها، وممكن نقول كل الكلام اللي احنا قلناه، ملك الملوك، هو المسيح، هو ممكن تقول أنه هو بالنسبة لي زي بابا، ممكن تقول أنه هو بالنسبة لي زي الحد اللي بيحضنني قوي، ممكن تقول أنه هو ابن الله. بس عارفين كل ده بيتهز، كل ده بنقوله في التسبيح ومن واحنا صغيرين في مدارس احد، بس كل ده بيجي عند نقطه لما حياتك بتتهز فيها، حد قريب منك قوي يعي عيا قوي قوي، او حد قريب منك يموت، او انت تفقد فلوسك، او بابا وماما فجاه يلاقي ان الشغل راح من عندهم وما بقيناش عارفين نعيش زي زمان، او اقرب الناس ليك تخونك، او الكنيسه اللي انت فيها يبتدي الناس تطردك منها، او الناس القريبه منك تبتدي تتكلم عليك كلام سلبي. وفي الوقت ده كلنا بنعدي بيه، انت بتبتدي تدخل في نفسك وبتقول هو انت في، هو انت بجد ملك الملوك؟ هو انت بجد ابن الله؟ هو انت بجد المسيح؟ طبعا في الكنيسه كلنا بنقول ايه؟ كلنا بنقول الاجابات اللي انتوا قلتوها دي، ان هو ملك الملوك وهو المسيح وهو كل الكلام ده، وبنقولها ببقنا، بس انت من جواك بتبقى ايه؟ بتبقى حاسس هو انت بجد كده؟ امال ليه مش بتتدخل في حياتي؟ والقصه اللي انا مشغول اقولها النهارده لواحد من العمالقه، يعني هشرح هو ليه من العمالقه، بس وقع في نفس المطب ده.
يوحنا المعمدان في متى 11. في متى 11 ده جه بعد اول 10 اصحاحات من متى، يسوع عمال يتكلم ويوعظ ويعمل معجزات والناس منبهره بيه وبيمشي وراه بالالاف، وفي وسط الهيصه دي كلها وفي وسط النهضه الكبيره دي كلها في واحد كان منسي، في واحد كان مرمي في السجن، في واحد ما كانش بيسمع عنه تقريبا في اول 10 اصحاحات غير مرات قليله قوي، يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان مقبوض عليه من هيرودس، محطوط في السجن، اتعرض لهزه كبيره جدا في حياته، وفي الهزه دي سال السؤال ده في متى 11. متى 11 عدد 2 بيقول الكلمات دي: اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح، عمال يسمع عن معجزات، عمال يسمع ان يسوع بيتكلم، عمال يسمع ان الالاف بتمشي ورا يسوع، وهو نفسه شاهد وهشرح اكتر بعد شويه، بس ارسل اثنين من تلاميذه وهو في السجن. جم اثنين من تلاميذه بيزوروه، فيوحنا قال لهم: بقول لكم ايه، ما تروحوا للمسيح، وصلوا له رساله مني. وانا اعتقد الرساله كانت بايخه شويه بصراحه. قولوا له الرساله دي. قال له: انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ هو بجد انت المسيح ولا انت ضحكت علينا؟ هو بجد انت المسيح ولا احنا اتخمينا فيك؟ ده معنى الجمله: انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ هو انت ضحكت علينا؟ وساعات كتيره بسمع من ناس في الكنيسه، ناس بتقول لي شكل ان ربنا، اقول الجمله الصعبه دي، ضحك عليا، شكل ان ربنا وعدني وبعدين خلي بالوعد ده، شكله مش ملك الملوك قوي، شكله مش ابن الله قوي. فيسوع رد رد غريب جدا. فاجاب يسوع، وهقول لكم ليه بعدين هو رد غريب بالنسبه لي. فاجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. وقال لهم: العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون. ده حاجات كتير قوي بتحصل، لا لسه، والصم يسمعون، والموتى يقوم، مش العازر اللي بيقوم، لا ده الموتى يقومون، والمساكين يبشرون. وبعدين بيقول ليوحنا: يوحنا طوبى لمن لا يعصر فيا. يوحنا اوعى تتلخبط، اوعى تتلخبط فانا مين. وساعات بفكر هو يوحنا اتلخبط واحنا بنتلخبط لان احنا ضعفه، ايماننا مهزوز مثلا، احنا ما بنصليش كفايه. بصراحه يوحنا ما كانش كده. يوحنا ده لما بتامل في حياته كان عملاق، يعني بلغه العصر، مش بلغه الكتاب المقدس يعني، بس بلغه العصر جبار او وحش، يعني رهيب. يعني احنا لو ركزنا في حياته، لا يوحنا ده مرعب. يعني انا لو شفت يوحنا في الشارع، انا شخصيا من غير ما تزعلوا مني يعني، انا هجري يعني فعلا. لان يوحنا ده يعني لما بوصفه كده في مرقس 1:2 بيوصفه ازاي؟ صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. صارخ هنا مش بتوصف الصوت، لا بتوصف هذا البني آدم، هذا الإنسان اسمه صارخ. يعني واحد طول ما هو ماشي عمال يصرخ، عمال يصرخ، عمال يصرخ. إحنا في كنايسنا في ناس كتيرة بتصرخ، صح؟ يعني دايما الوعظ يطلع ويعمل إيه؟ ويصرخ كده، مش كده؟ بس هو مش أي واحد بيصرخ الناس بتصدقه. بس الراجل ده بالذات، الراجل ده ناس كتيرة جدا 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 كانت مصدقاه. يعني في مرقس يكمل كده ويقول ايات في واحد، مرقس 1:5 يقول: وخرج اليه، يعني هو راح البريه وعمال يصرخ في البريه، خرج اليه كل كوره اليهوديه واهل اورشليم. خارجين يعملوا ايه؟ يسمعوا؟ لا، ليعتمدوا منه. ومش بس بيعملوا منظر من بره ان هم بيتعمدوا منه وخلاص، لا، معترفين بخطاياهم. ده البلد كلها خرجت للراجل ده في الصحراء، قالوا احنا سلمنا نمر بنتوب. انا رايي يوحنا ده النهارده لو كان عايش قسيس فاتح كنيسه، ده كنيسته كان هتبقى اكبر كنيسه في العالم. البلد كلها بتخرج وتجيله وهو يزعق فيهم. بس مش بس كل البلد بتخرج وتجيله، عارفين مين كان بيجيله؟ الفريسيين والصدوقين اللي هم يعني مرروا عيشه مين؟ يسوع. مرروا يسوع، راحوا له برضه الكتبه والفريسيين والصدوقين راحوا له. ويكتب كده في متى، يكتب ايه؟ فلما راى كثير من الفريسيين والصدوقين ياتون الى معموديته، هو كان بيشوف ناس كثيره جدا بتيجي للمعموديه بتاعته من الفريسيين والصدوقين، حتى المتدينين اللي كانوا رافضين يسوع كانوا بيجوا ليوحنا. لدرجة أن يسوع لما قال لهم معمودية يوحنا من السماء ولا من الناس، الكتبة والفريسيين والصدوقين خافوا، لأن الشعب كله بالنسبة له يوحنا ده شخص عملاق. طبعا أنت لو في كنيستك وجالك خطاة كتير وحتى جالك متدينين وسلموا حياتهم، أنت هتنبسط ولا لأ؟ هتنبسط، صح؟ كلنا هننبسط يعني. بس هو يوحنا ما كانش كده. يوحنا كان بيجيله كثير من الكتبة والفريسيين، عارفين يقول لهم إيه؟ يا أولاد الأفاعي.
فانا حاسس ايه حن خير خير يعني انتوا مش حاسينها قوي، بس دي بالظبط زي ما قسيس يكون بيوعظ وعظه خلاصيه للناس ان هي توب وبعدين الناس تطلع قدام تسلم حياتها. فبالظبط كده القسيس ده يحس ان في حد بيمثل، فينزل للراجل اللي هو حاسس انه بيمثل ويبص له كده في عينيه ويقول له يا ابن الافعى. بالظبط كده، يعني انا لو حصل فيا الموقف ده في كنيسه انا هقوم واجري، يعني هقوم واجري. انا مره كان في حد من عيلتنا بيتفرج على فيلم المسيح وظهر يوحنا المعمدان، والشخص ده ما كانش يعني مصدق في الكتاب المقدس قوي او في يسوع وكده. اول ما شاف يوحنا المعمدان بص لي قال لي انت ازاي مصدق في الكلام ده، ده الراجل ده مجنون. هو قال لي كده، وانا بصراحه لما كنت شايفه في فيلم حاسه شخص غريب، عمال داخل شمال في الناس، داخل شمال في الناس، يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي. يوحنا مش بس كانوا بيجيله اليهود، لا كانوا بيجيله الجنود، العساكر، الشرطه، كانوا يجوله الجنود يقولوا ويقولوا له ايه احنا كمان نعمل ايه. فيرد طبعا على العساكر يقول لهم طبعا يعني لو انت يوحنا المعمدان وجالك العسكري بيقول لك اعمل ايه، هقول لك ايه توب. لا هو يقول لهم ايه، لا تظلموا احد، لا تشوا باحد، اكتفوا بعلائفكم. هو ما كانش بيهزر، بس الراجل ده عملاق مش بس للدرجه دي، لا الراجل ده عملاق انه الملك، فاكرين الملك كان مين؟ هيرودس. اسمعوا الايه دي في مرقس 6 عدد 20، اسمعها كده وبص عليها. بيقول لك وكان هيرودس بيعمل ايه في يوحنا؟ يهاب يوحنا. متخيل الملك، الملك بجلاله قدره يوحنا المعمدان ده الراجل اللي عمال يصرخ في الصحراء، بالنسبه لهيرودس كان بيهاب يوحنا المعمدان عالما انه رجل بار وقديس. وبصوا بيعمل ايه، واذ سمعه، كان بيسمعه، عمل كثيرا وسمعه بايه، بسرور. دي ما بتحصلش قوي في الكنائس، يعني ما بتحصلش قوي ان حد يجي يسمع الواعظ ويكون مسرور بكلام الواعظ، وكمان بعد ما الواعظه تخلص نعمل كثيرا بالواعظه اللي احنا سمعناها دي. هيرودس الملك كان بيعمل كده. الكلام ده يفرق مع يوحنا في حاجه؟ لا، ده راجل جبار، يعني ده راجل يعني ما تفرقش مع الحاجه دي خالص. يعني انت اسالك سؤال كده معلش، لو انت واعظ وجي الملك بتاع البلد اللي انت فيها يسمع الوعظه بتاعتك، بذمه مش هتبقى مبسوط؟ بذمه كده، بذمه يعني عشان خاطري، الكذاب بيروح النار. لا ده مش انت هتبقى مبسوط، ده بولس الرسول مره كان قدام الملك اغريباس مره واحده في حياته. فبولس الرسول لما لقى نفسه قدام الملك اغريباس هيتكلم قدامه لمده 20 دقيقه بس، 20 دقيقه بس، قال له ايها الملك اغريباس اني احسب نفسي سعيدا ان انا واقف النهارده بحتج امامك. يعني انا مبسوط قوي ان انا واقف قدام الملك عمال اتكلم. يوحنا ما كانش كده خالص. مبدئيا يوحنا لما هيرودس كان بيسمعه كتير ما كانش في شرايط كاسيت ولا كان في يوتيوب مثلا يتفرج على وعظه يوحنا المعمدان يوم 3 ابريل سنه 29 ميلاديه مثلا، ما كانش بيجي له شرايط كاسيت. فغالبا ده كان بيسمعه، يا كان هو بيجي له القصر، يا كان هيرودس بيروح يسمعه في البريه او في اي حته، بس كانوا غالبا بيتقابلوا يعني. وعارفين يوحنا كان بيقول له ايه؟ يوحنا كان يعني واقف له في الزور، في الزور. بصوا الآية مرقس 16 18 تقول إيه؟ مرقس 16 18 يوحنا كان يقول لهيرودس، كان يقول لهيرودس دي مش قال له مرة واحدة، يعني كان عمال على بطال يقول له الجملة دي، بيقول له إيه؟ لا يحل لك أن تكون لك امرأة أخيك، يعني هو الراجل هيرودس عاوز يتجوز مرات أخوه، يوحنا كل ما يجي يتكلم لازم يزنقه كده زي اللقمة في الزور، ويقول له بص مش من حقك تتجوز مرات أخوك، من الآخر، قبل ما أوعظ، قبل ما أتكلم، قبل ما أقول أي حاجة، مش من حقك تعمل كده. ده يوحنا جبار. أنا ما شفت، أنا ما سمعتش عن حد في حياتي واعظ في حياتي كان بالمنظر ده، يعني فعلاً ما سمعتش حد في حياتي كان بالمنظر ده. حياته الطبيعية عاملة إزاي؟ يعني وهو ماشي كده في يومه بيلبس إيه؟ كان يلبس إيه؟ وبر الإبل ومنطقة من جلد على اللحم، لابس كل الكلام ده على اللحم. والكلام ده لما تدرس الكلام ده، الوبر الابل والجلد والكلام ده، ده بيصنعوا منه الخيام، الخيمه والسجاجيد، يعني هم بيصنعوا الخيمه والسجاجيد من ماده ناشفه قوي 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 قوي. ليه؟ عشان تستحمل البرد والتراب والهواء. هو بياخد الحاجات دي يعمل فيها ايه؟ يعني يوحنا انت غاوي يعني تتعب نفسك؟ وبعدين فاكرين لما كان بياكل ايه؟ ياكل جرادا. انا مش حاسس انتوا حاسين ان يوحنا شخص جامد لحد دلوقتي، بس انا هحاول ادخلكم معايا في النص. هو القسيس سامح علمنا كده لما تكون بتقرا نص في الكتاب المقدس ادخل جوه النص وعيشه. فانا هقرر اوريكم يعني شخص بياكل جراده عامل ازاي عشان تفتكر المنظر ده في دماغك كده. مش عارف تظهر قدامنا ولا مش تظهر، بس
تخيل بتاكل جراده؟ شكرا. ده يوحنا، ده يوحنا بياكل جراد وبياكل عسل، مش يقولكش عسل عادي، لا لا لا، عسل بري. العسل البري ده، في عسل عادي بيعملوه في المزارع، في عسل بري بقى انت بتروح في البريه في الجبل في حته كده ما فيهاش اي حد، انت بتاخد العسل ده بايدك من وسط النحل، والنحل دوت، النحل ده نحل بري، ده اشرس انواع النحل. لما تدرس العسل البري ده هو كده. يوحنا كان غاوي الحياه دي، كان شخص عملاق، مش شخص ضعيف، مش شخص زي ما يسوع قال مش قصبه تحركه الريح، لا مش شخص تعبان، لا لا لا، يوحنا ده كان قوي جدا جدا جدا. مش عارف انت قابلت حد كده في حياتك ولا لا. انا فاكر مره من 10 سنين كده كنت في بلد، مش هقول البلد دي ايه، بس يعني في الشرق الاوسط يعني، وكان حد ساكن تقريبا في الحته دي في المنطقه دي، وعمال يحكي لي اختباره وهو شنبه تخين جدا، يعني شنبه غليظ جدا وهو حواجبه غليظه جدا، وعمال بيحكي لي اختبارته وهو مكشر جدا. فانا عادي يعني مش فارقه معايا، وبعدين في النص دخلت عليا نحله. انا مش عارف انت هتعمل ايه لما تخش عليك نحله، بس يعني انا لما بيخش عليا نحله بقلق، يعني مش عارف لان انا مايس ولا ايه، بس انا بقلق من النحله يعني. فالنحله ابتدت تخش، متوقع ان هو برضه يوقف الحديث، والنحله ما بيننا عماله تتحرك ما بيننا احنا الاثنين، فمتوقع ان هو يوقف الحديث، هو مكمل الاختبار بتاعه عادي. فانا ابتديت لا اراديا ابص على النحله، فهو اتضايق ان انا ببص على النحله ومش مركز معاه في الاختبار، وافتكرت يوحنا المعمدان يعني، وابتدى يكشر اكتر وابتدى وشه يحمر اكتر، وانا ابتديت ابقى مقلق من النحله ومقلق منه هو شخصيا. وبعدين هو ابتدى وصل للقمه بتاعه النرفزه، والنحله كانت بتعدي حوالينا وكان في ترابيزه جنبنا، فالنحله جت هنا وهو بالظبط في قمه النرفزه بتاعته مني، قام جايب ايده ومش عمل كده، لا عمل كده بامانه يعني قدام ربنا، عمل كده بايده، عمل كده على الترابيزه من غير ما يبص عليها، والنحله ماتت. وبعد ما ماتت قام هشها، وساعتها امسكت وبص لي بالتكشيره وقال لي انت كده مبسوط كده هتركز معايا؟ طبعا انا ساعتها كنت عاوز اجري منه، يعني كنت عاوز اهرب من، يعني واضح ان هو اخطر من النحله. بس ده يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان مش شخص لما تحصل له حاجه صعبه هيصرخ او هيضعف او هيعيط، لا 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 لا، يوحنا المعمدان ده قوي جدا جدا جدا. بس الاهم من كده، هو كان شايف يسوع ازاي؟ برضو اللي انا هقوله ده مهم جدا، هو كان شايف يسوع ازاي؟ لان احنا جايين النهارده نتكلم عن يسوع مش عن يوحنا المعمدان. لا، كان شايف يسوع بطريقه رهيبه. كان بيقول له في مرقس 1:7 ياتي من هو اقوى مني. انا حاسس يا نهار ابيض يا يوحنا، في حد اقوى منك؟ في حد اقوى منك؟ ده انت البلد كلها خرجت تسمع صوتك. وخلي بالك الناس عاده بتخرج بالالاف، عارفين ليه؟ اقول لكم حاجه، عارفين ليه خرجوا بالالاف ورا يسوع؟ يسوع نفسه هو اللي قال كده، ويوحنا اللي كتب الانجيل بتاع يوحنا قال كده. فاكرين ليه الناس خرجت بالالاف ورا؟ لانه كان بيصنع ايه؟ ايات وعجايب، بيفتح عيون العمي وبيشبعهم بالخبز، وهو قال كده، هو بيقول انا عارف ان انتوا جيتوا عشان اكلتوا من الخبز، ان انتوا شفتوا ايات وعجايب. بس يوحنا المعمدان ده مكتوب في يوحنا 10 لم يعمل ايه واحده، ما صنعش معجزه واحده، مع ان ناس كتيره قبله صنعوا معجزات وناس كتيره بعده صنعوا معجزات، والمعجزات في الايام دي كانت بتبقى دليل ان الشخص ده مرسل من ربنا. بص يوحنا جبار يعني، ما صنعش ولا ايه بس الناس تجيله كده، كل البلد تجيله، يعني زلزل اورشليم تجيله كده تقول له احنا سلمنا نمر عاوزين نتغير، وهو يقول لهم ايه؟ يا اولاد الافاعي. لا يعني شخص جبار ملوش حل يعني، بس يقول عن يسوع لا يا جماعه يسوع اقوى مني. ليه يوحنا؟ اصل يوحنا ده يمكن عمل زلزال في اورشليم، يمكن عمل زلزال في كل كره اليهوديه، بس يسوع بعد ما قام من الموت عمل زلزال في العالم كله لمده 2000 سنه، ولحد النهارده العالم في زلزال من هذا الشخص اللي اتصلب على الصليب ومات، وبعدها بثلاث ايام قام من الموت، والعالم كله لحد النهارده عمال يعمل كده من غير سيف، من غير رمح، من غير حرب عسكريه، من غير ضغط سياسي. ده يسوع، وعشان كده يوحنا قال ياتي من هو اقوى مني. بس قال عنه كلمه غريبه جدا ما حدش قالها قبله قوي، قال من له العروس فهو العريس. اتكلم عن يسوع ان هو العريس، ده حبيب قلبي، زي ما في حد هنا، في واحده هنا من كتر حبها ليسوع هي شايفاه زي بابا، زي بابا، زي حد قريب مني قوي. هو كان شايفه كده، العريس ده قريب مني قوي، وبيقول انا فرحان، فرحان لان هو العريس وانا بحب العريس. بس قال كمان عنه حاجه ثالثه اعتقد كلنا حافظينها في يوحنا 1:29، قال هوذا، فاكرين قال هوذا ايه؟ حمل الله الذي يرفع
خطيه العالم. ويمكن كان في الجيل بتاعه اول واحد يقول عن يسوع كده، ان هو ده الشخص مش بس حبني، مش بس حبك، مش بس حبك، لا ده حبك لدرجه الموت، مات علشانك على الصليب علشان يرفع خطيتك، علشان انت يكون ليك حق انك تروح السماء. يوحنا اول واحد شافها وقال هوذا حمل الله. بس افظع حته يوحنا قالها عن يسوع برضو في انجيل يوحنا واحد، يوحنا المعمدان قالها عن يسوع، قال كده، ودي حد من هنا قال الكلمات دي، قال انا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله. ده يوحنا المعمدان اللي قال كده. متخيلين يوحنا المعمدان قال عن يسوع ايه؟ ده اقوى مني. قال عنه ان هو العريس، ده حبيب القلب. قال عنه ده بيحبني لدرجه انه مات علشاني عشان يشيل خطيتي. بس افظع حاجه، قال ان هو ابن الله، وابن الله في الكتاب المقدس في العهد الجديد معناها ان هو الله شخصيا. واليهود فهموا كده، لانه لما كانوا بيسمعوا يسوع بيقول ان هو ابن الله كانوا عاوزين يرجموه، لانه جعل نفسه معادلا لله. فانا عارف ان في ناس ممكن تزعل مني وانا بقول الكلام ده، ان احنا بنقول ان يسوع هو الله، بس ده اللي يوحنا المعمدان قاله، وده اللي الكنيسه الاولى كلها قالته وشهدت بيه وماتت علشان الشهاده دي، ان الشخص ده هو ابن الله. يوحنا المعمدان كان شايف الاربع حقائق دي، وكان شخص قوي جدا، وترمى في السجن وتهز في السجن زي ناس كتيره جدا مننا بتتهز في حياتها دلوقتي، انه بتقول انت فين يا رب. وانا حاسس الموقف بتاع يوحنا والتلميذين بتوعه لما بيشوف التلميذين في السجن، انا مكسوف من يوحنا قوي. يوحنا بيقول لهم ممكن معلش تسالوا يسوع هو انت الاتي ام ننتظر اخر؟ وانا حاسس التلميذين بتوع يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان بالنسبه لهم كان شخص قوي جدا ولا لا، مثل اعلى ولا لا، قدوه ولا لا، بس تخيل يوحنا المعمدان يقول لهم معلش روحوا اسالوه هو انت الاتي ام ننتظر اخر؟ يعني تخيل انت القائد بتاعك، القسيس بتاعك، القدوه بتاعتك العظيمه تشوفها هي بتتهز في يوم من الايام. ولوقا انجيل لوقا يحكي لنا الحادثه دي بس يزود تفصيله، ودي التفصيله اللي انا عاوز اركز عليها. في لوقا اصحاح 7 بيقول الكلمات دي هيت، هحكي التفصيله. لوقا اصحاح 7 عدد 9 بيقول كده، دعا 19 سوري، دعا يوحنا اثنين من تلاميذه ودعاهم، مش هم اللي جولوا زاروه، لا لا، ده هو اللي دعاهم، هو كان تعبان جدا دعاهم، وارسل الى يسوع قائلا اانت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ ولوقا بقى في الحته دي زود لنا تفصيله، فلما جاء اليه الرجلان، لما الرجلين دول التلميذين دول جم ليسوع، قال يوحنا المعمدان قد ارسلنا اليك قائلا انت هو الاتي. واعتقد هم وقفوا عند الحته دي وكانوا مكسوفين يقولوا الباقي، بس قالوها له ام ننتظر اخر. التفصيله الزياده بقى جايه هنا، ما بين السؤال وما بين الاجابه لوقا يقول لنا ان في اللحظه دي يسوع عمل حاجه غريبه جدا عاوزنا نركز فيها. وفي تلك الساعة، وأنا أعتقد دي كانت ساعة مميزة جدا 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 في خدمة يسوع، وفي تلك الساعة شفى يسوع كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين في اللحظة دي. يعني احنا دايما بنحكي عن شفاء الأعمى في يوحنا 9، أو شفاء بارتيماوس الأعمى، أو إقامة لعازر، أو أنه هو شفى مريض مثلا، أو شفى حماد سمعان، بس في اللحظة دي لا، ده كانت هيصة. يعني لما هم سألوه السؤال قال لهم معلش ثانية واحدة، وابتدى يبص حواليه وشاف عمي كتير، وشاف ناس عليها أرواح شريرة كتير جدا، وهب البصر، شاف أمراض، وبعد ما خلص كل ده قال لهم، أجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعصر فيه. أسألك سؤال بقى، أنت لو مكان يوحنا ومرمي في السجن وكنت أمين جدا لربنا في حياتك وبعت الرسالة دي ليسوع، فيسوع أم عمل إيه عشان يقنعك أنه هو الملك، أنه هو القوي، أنه هو المسيح؟ أم عمل إيه؟ شفى عمي كتير، شفى ناس عندها أمراض كتير جدا، وأخرج أرواح شريرة. تنبسط ولا تتغاظ؟ معلش كم حد يتغاظ؟ ليه اتغاظته؟ ايه ده؟ اه ما هو يخرجه من السجن هو. ينفع يسوع يخرجه من السجن؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ في ناس تقول لا. ينفع؟ هي بصراحة تغيظ، يعني بصوا يعني تخيل أنت قاعد، يعني أنا هشرحها لك كده، يعني تخيل أنت قاعد في كنيسة وعيان
ويعني عندك ايمان رهيب وامين جدا في الكنيسه، ويعني بتصلي ليل ونهار وبتقول له يا رب اشفيني 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 اشفيني، وواحد جديد لسه داخل ويمكن ايمانه صغير قوي، ومره واحده قام صلى وقال له يا رب انا تعبان وعيان اشفيني، قام خف. وبعد ما خف عمل الحركه الشهيره اللي كلنا عارفينها، راح جري على مين؟ عليك انت شخصيا. قال لك هللويا انا جيت النهارده الكنيسه والمسيح شفاني. عارف انت حبص له تعمل ايه؟ تقول له الف الف مبروك يا حبيبي، الرب عظيم، الرب صالح، بس انت من جواك بتغلي. هو ينفع يسوع كان يخرج يوحنا من السجن؟ طب معلش ممكن اتخيل معاكم فيلم كده، هتخيل معاكم فيلم عربي او امريكاني او كده، هتخيل يسوع بيخرج يوحنا بطريقه استعراضيه، وقولوا لي ينفع ولا ما ينفعش؟ تخيلوا يسوع كده في اللحظه دي لما التلميذين قالوا، قال ثانيه واحده انا مش هشفي عمي كتير، انا هبعت ملاك، هبعت ملاك في استقبال ملوكي كده ليوحنا، الملاك ده هيخش السجن ليوحنا المعمدان وينور النور جوه السجن ليوحنا المعمدان، وبطريقه استعراضيه القيود اللي مكتفه يوحنا المعمدان تتكسر كده بالهواء، بس يعني بطريقه يعني زي ما بنشوفها في الافلام اللي هي خياليه. وبعد ما القيود تقع الملاك في الموكب الملوكي ده ياخد يوحنا المعمدان من ايده وييجوا عند الباب، الباب بتاع السجن يفتح لوحده من غير حتى ما الملاك يزقه، وبعدين يخرج يوحنا المعمدان في السجن وهما ماشيين كده بعظمه وبفخر، الحراس يتعموا ما يشوفوش يوحنا المعمدان ده خالص، وبعدين يجوا عند بوابه السجن الرئيسيه والبوابه بتاعت السجن تتفتح لوحدها، وبعدين يخرجوا ويمشوا في شوارع اورشليم، وبعدين يوحنا يرجع لتلاميذه، وبعدين هيرودس ما يسالش عن يوحنا المعمدان، وبعدين هيرودس اصلا يموت ويوحنا المعمدان يفضل عايش 30 40 سنه ويعيش حياته ويموت وهو في الستينات او في السبعينات او في الثمانينات من عمره. كم حد يحس ان دي حاجه حلوه بس مأفور شويه؟ صح، انا مأفور، صعبه سنه، صح صعبه سنه. انتوا عارفين القصه اللي انا قلتها دي عشان اغيظكم بس او اغيظ يوحنا المعمدان، يعني القصه اللي انا قلتها دي بالظبط 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 زي ما انا قلتها كده حصلت مع بطرس، حصلت مع بطرس. بطرس كان في السجن وهيرودس، طبعا هيرودس دوت كل الناس اللي هم هيرودس واغريباس كل دول من عيله واحده، دول عيله اقل حاجه تقدر تسميها عليهم جزارين، يعني هم كل العيله دي جزارين ما بيتفهموش مع الناس يعني بيقتلوا. فهيرودس حاطط بطرس في السجن هيقتله. الموقف اللي حصل مع بطرس هو اللي انا حكيت عنه ده، ملاك دخل ولع النور، مش عارف ليه ولع النور، يعني ما هو انت هتعمل كل المعجزات دي اكيد ممكن تمشي في الضلمه يعني، بس هو انار في السجن غالبا عشان يصحي بطرس، والبيبان اتفتحت والباب الرئيسي بتاع السجن اتفتح وبطرس رجع للناس، وهيرودس مات بعدها وما سالش عنه، وبطرس فضل عايش بعدها 30 سنه تقريبا بيتحرك بكل حريه في كل حته. فانا حاسس ان انا متغاظ، انت ليه يا رب عملت كده مع بطرس وما عملتش كده مع يوحنا؟ انت ليه بتعمل كده؟ دي حاجه تغيظني، مش انت الملك؟ مش انت تقدر على كل حاجه؟ بس عارفين الملك في حاجه مهمه جدا محتاجين نقولها في الملك. احنا في الصلاه الربانيه بنقول ايه؟ ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، وبعدين بنخش في الحته بتاعت الملك، صح؟ بنقول له ايه؟ لياتي ملكوتك، او لتاتي مملكتك، او كاني بقول انا بعلن ان انت الملك، انا بقول انت الملك مش انا الملك، صح؟ وبعدين ايه الجمله اللي بتيجي بعدها على طول؟ لتكن مشيئتي، ولتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك كما في السماوات كذلك على الأرض. وده اللي أنا اتعلمته، دي مشيئة ربنا، هو عنده خطة، هو عنده حاجة، كلمة كده بالعربي إحنا بقينا نزعل منها قوي بس اسمها أجندة. طبعا الأجندة بعد الثورة بقت حاجة وحشة قوي يعني، بس خطة، عنده خطة، عنده خطة هو عاوز يعملها بحذافيرها، أعتقد خطة عظيمة قوي. بس أنا كمان عندي أجندة وعندي خطة وعندي برنامج عاوز أمليه لربنا، بقول له تعمل دي وما تعملش دي. وربنا بيسألك النهاردة، لو أنت بتقول إن هو الملك، لو أنت بتسقف له وبتقول له يسوع يسوع يسوع، عاوز تمشي بالخطة بتاعتك اللي بحسب فهمك هي حلوة قوي، ولا عاوز تمشي بالخطة بتاعته اللي يمكن ساعات تبقى مش عاجباك على الآخر؟ هو بطرس خرج من السجن، أسألكوا سؤال، هو بطرس خرج من السجن عشان الكنيسة كان عندها إيمان يعني رهيب، ويوحنا ده ما كانش عنده ايمان مثلا؟ لا، انتوا عارفين بطرس لما خرج من السجن، فانا دايما احكي القصه دي، راح يخبط على مين؟ على الناس اللي بتصلي له، يعني ناس عماله تصلي يا رب خرج بطرس من السجن، يا رب خرج بطرس من السجن، عاملين ليله صلاه، ليله صلاه،
علشان بطرس يخرج من السجن، بس مش عم بيصلوش لحاجة تانية، يعني لا بيصلوا للنفوس ولا بيصلوا للنهضة ولا بيصلوا أي حاجة، عاوزين بطرس يخرج من السجن. وفي وسط الصلاة خير اللهم اجعله خير، في خبط على الباب، حد بيخبط على الباب، فالبنت الصغيرة بتفتح فبتقول مين؟ قال لها أنا بطرس. قالت أكيد بتهزر، بطرس في السجن. وقامت رجعت تاني للناس اللي بتصلي وبيقولوا لها هو مين اللي بيخبط؟ قالت لهم ده واحد بيقول على نفسه ان هو بطرس اللي بيصلوا لبطرس انه يخرج من السجن. قالوا لها ايه؟ قالوا لا لا ده غالبا ملاك، ده غالبا بيهزر. وهي يمكن الحديث طول بقى تقول لهم لا ده يمكن ما بيهزرش، لا لا ده اكيد بيهزر، ده اكيد روحه، ده اكيد مات في السجن ودي روحه اللي جات لنا عمال يعني جه وبيخبط. والراجل طبعا في وسط الحديث ده كله بطرس هربان من السجن وعمال يعمل ايه؟ يا جدعان افتحوا لي، يا جدعان يا جدعان مش انتوا بتصلوا؟ مش انتوا عمالين تصلوا لي كل ده؟ اكيد ربنا استجاب الصلاه. ما اعتقدش ان كان في ايمان رهيب عند الناس اللي بتصلي دي، بس هو خرجهم من السجن، هو عنده مشيئه، ومحتاج ان انا اعرف ايه هي المشيئه دي، وانا عندي خطه عاوز امليها لربنا. وساعات كتير بقول له واحد اتنين تلاته، والنهارده هو بيسالك انت هتعوز اني واحده فيهم، دي خطتك ولا خطته؟ سي اس لويس، مش عارف كم حد سمع عن سي اس لويس، عاوز اطمن بس كده واحد كويس يعني، بقول له عنده كتاب في دار الثقافه اسمه المسيحيه المجرده، اشجعكم ايه تقروه. بس بيقول الناس مقسومه نوعين، طبعا احنا بنقسم الناس ايه؟ مؤمنين وغير مؤمنين، او حلوين ووحشين، او لزاز وغلسين، احنا بنقسم الناس كده. بس سي اس لويس بيقول عند ربنا التقسيمه مختلفه، وركز في التقسيمه لان انا مره شرحتها لناس خدام يعني ما جمعوهاش من اول مره، فعاوزك تركز اوكي؟ بس انا متاكد لو ركزتوا هتجيبوها من اول مره، توعدوني. هو بيقول مقسم الناس نوعين، النوع الاولاني بيجي يقول لربنا لتكن مشيئتك، انما النوع الثاني ربنا هو اللي بيروح له وبيقول له لتكن مشيئتك. فهمتوها ولا اعيدها ثاني؟ في نوع اولاني سي اس لويس بيقول ان هو كويس، بيروح لربنا بيصلي الصلاه الربانيه بجد وبيقول له يا رب لتكن مشيئتك. بس في نوع ثاني للاسف الشديد ربنا بيروح له بيقول له خلاص يا حبيبي انت مصمم على الاجنده بتاعتك، مصمم على الخطه بتاعتك، مصمم ما تمشيش بالخطه دي خالص، لتكن مشيئتك. انا حذرتك وقلت لك واحد واثنين وثلاثه، بس انت مصمم تمشي بدي، انت مصمم تمشي بيها. بس انا ربنا علمني عن طريق دروس قاسيه قوي ان انا امشي بمشيئته مش بمشيئتي. فاكر لما بيتر مجدي راح السماء، قصه فرقه معايا جدا، من اكتر الخدام اللي بحبهم قوي في الكنيسه عندنا، شاب صغير مليان قلبه مولع بالنار وعاوز يصلي للناس للشفاء وبيصلي فعلا للناس وفي ناس بتخف، يعني رهيب، ولد صغير حلو قوي. ولما بيتر راح السماء كلمني في التليفون وقال لي انا هروح اصلي لبيتر وهو ميت ومتاكد ان ربنا يقيمه من الاموات، وكان قلبه مولع بيحب بيتر، زعلان على بيتر وتعبان ومصدق في ربنا وفي تعب في اليوم ده وفي لخبطه. وين بيحكي لي كده وبيقول لي كنت رايح المستشفى اصلي له، وانا بصلي قبل ما اروح المستشفى كنا عاملين اجتماع صلاه في البيت انا واصحابي، وربنا وراني رؤيه ان بيتر مجدي في السماء وفرحان جدا بربنا ومعمول له حفله استقبال كبيره جدا، وشفت بيتر وشه منور وشفت ربنا وهو بيعلن عن نفسه وعن امجاده لبيتر مجدي، وربنا قال له بيتر مبسوط، ربنا قال له بيتر مبسوط، فمش محتاج تروح مستشفى وتصلي له. والولد ده ما راحش برغم ان هو عنده ايمان رهيب ان ربنا يقدر يعمل معجزات، ويمكن حتى دايما بنختلف في الراي انه امتى ربنا عاوز يعمل معجزه، بس هو لما شاف الرؤيه دي قال يا رب انت تعمل اللي انت شايفه حلو وشايفه صح. والسؤال ليك النهارده مره ثانيه، هتمشي بالأجندة بتاعته ولا هتمشي بالأجندة بتاعتك أنت؟ وأنا زي ما قلت لكم اتعلمت القصة دي عن طريق درس صعب قوي، كنت مش عارف أحكيه النهاردة ولا ما أحكيهوش، يمكن عمري ما حكيته للناس القريبة مني قوي، يمكن مراتي هي الوحيدة اللي عارفاه، أحكيه ولا ما أحكيهوش؟ أحكيه، بس مش عاوزكم تفهموا القصة غلط، بس أنا ليه هحكي القصة دي؟ لأن أعتقد كلنا واقفين في المزنق ده، أعتقد كل الناس اللي جت النهاردة، كل الناس اللي جت جواها نار وجواها شغف وجواها شوق ان كنايسنا تتملي بالشباب ومصر بلدنا تعرف بجد ربنا بطريقه حقيقيه جدا وتعرف يسوع المسيح. بس الواقع اللي احنا فيه ان كنايسنا مليانه بالشباب بح، انتوا بتيجوا هنا
بس في الكنيسه لو انت بتروح بتقف بره عند الكانتين بتشرب حاجه ساقعه صح، ده اللي بيحصل يعني. فالكنائس الشباب هربوا منها. وانا لما قابلت المسيح كنت مع مجموعه حلوه قوي هي اللي علمتني المسيح سنه 98، وفي المجموعه دي كان عندنا اجتماع شباب كان بيحضر فيه 100 واحد، وانا كان جوايا الاحلام دي كنت بقول له يا رب كبر اجتماع الشباب، خليه 1000 خليه 2000، عرف اسمك لعدد كبير جدا من الشباب يا رب، اتدخل بقيات وعجائب يا رب، اصنع نهضه عظيمه وسطينا زي الصلاه اللي انت بتصليها. وجات لي الفكره الغريبه اللي بتيجي لينا كلنا، فيروس كده بيخش الدماغ مش عارف ليه، جات لي الفكره الغريبه دي، يا ترى هو الاجتماع مش بيكبر ليه؟ يا ترى كده يعني الاجتماع مش بيكبر ليه؟ اكيد القاده ايه وحشين، اكيد اللي ماسك الاجتماع ده ما بيصليش، اكيد الناس اللي ماسكه الاجتماع قافله الجو، مش عارف اني جو، بس احنا دايما نقول الجمله دي، هم قافلين الجو تمام وهم ما بيصلوش. وانا كان جوايا الفكره دي بطريقه رهيبه، وقلت هم بس لو يخلوني امسك الاجتماع بتاع الشباب ده انا اشقلبه لهم كده يعني بايدي، ولو يمسكوني المايك ده كده، لو يمسكوني مايك وانا اطلع اوعظ، يا نهار ابيض على اللي هيحصل. الناس دي مش عارفه هيحصل ايه، هم بس لو يتنحوا جانبا كده. طبعا انا بشرح لكم خبايا اللي كان موجود جوه قلبي صح، انتوا فاكرين ان انا طيب ولطيف وظريف ودايما بفكر افكار حلوه وجميل، بس عاوز اقول لكم يعني كل الناس دايما بيبقى في فكره جواك كده، وانت بتسلم على حد ومبتسم كده بيبقى في فكره انت عاوز تقتله قدامك. انا بعبر عن الافكار دي دلوقتي. فانا كان جوايا القاده اللي ماسكين الاجتماع دول قافلين الجو، لو يسيبوه كده، لو يسيبوه يدوني المايك وانا اللي اقود، في سنه واحده ال100 دول هيبقوا 1000. حاجه غريبه جدا حصلت ساعتها، غريبه جدا جدا جدا، القاده بتوع الاجتماع جم وقالوا لي عاوزينك انت تمسك الاجتماع. انا قلت هللويا، يعني ده الرب بيسمع الصلاه، بيسمع الصلاه، اهي الاجنده بتاعتي بتحصل، الرب بيسمع الصلاه فعلا. ومسكت الاجتماع. القادة اللي انا كنت فاكر ان هم مقللين الاجتماع هم اللي جولي قالوا لي امسك الاجتماع، فقعدت وقلت له يا رب دي الاجنده بتاعتي، احنا هندعي الوعاظ دول وهندعي المسبحين دول وهنعمل اختبارات وهنعمل اجتماعات كلها تسبيح، وانا عاوزك يا رب تجيب كل سنه 100 واحد زياده، وكل اول سنه تجيب 100 واحد زياده، ثاني سنه تجيب 1000 واحد زياده، ثالث سنه تجيب 2000، وهنوعظ وهنكسر الدنيا. فاعمل كل الكلام ده يا رب، ها اعمل كل الكلام ده، ما تنساش ولا حاجه منهم خالص خالص. طبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل، عارفين صح؟ لا انا هشرح لكم بالتفصيل. هم القاده كانوا بيحبوني جدا يعني، فخلوني ماسك الاجتماع ده 5 6 سنين. فانا في 2006، انا هشرح الموضوع ده بالتفصيل بقى، انا فاكر اليوم يعني محفور في قلبي، يوم 10 نوفمبر سنه 2006 كان حاضر في الاجتماع ده، فاكرين كان زمان حاضر فيه 100، كان حاضر في الاجتماع ده 4، وانا متاكد من الاربعه لان انا عدتهم كذا مره، وكنت ابص في الكنيسه كلها اشوف في حد هنا حاضر ولا لا، وكنت مرعوب ان واحد منهم يمشي ويطلع بره، يطلع يروح حمام، لان ساعتها ربع الاجتماع مشي، يعني تبقى ازمه كبيره يعني. والمصيبة السوداء اللي حصلت انه في واحد جاله تليفون، فطلع فعلا بره الكنيسة يرد على التليفون، فبقى الاجتماع فيه 3. وبالمناسبة الأربعة دول كانوا 2، هو كان اجتماع شباب جامعة، بس هما الاثنين دول كانوا متجوزين فوق ال 30 يعني اللي كانوا حاضرين تمام، فاثنين متجوزين واثنين متجوزين يعني اثنين كابل وقرايب، أعتقد هما ما لقوش حاجة يعملوها يوم الجمعة بالليل فجم عندنا الاجتماع يعني. فهي الست خرجت تجاوب على الموبايل وبعدين رجعت تاني، فالواعظ اداها درس في الاخلاق ان هي ازاي تسيب كلمه الله، ولما يجي لها موبايل تخرج وترد على الموبايل وما تسمعش كلمه الله. وانا حاسس يا عم الله يخليك الله يبارك لك، ده هم 4 يعني هتطفش الست دي هيبقوا 3، واحتمال الـ3 يزعلوا معاها ويمشوا، ارجوك يعني مش كده. وفاكر يوميها رجعت البيت كانت حاجه غريبه جدا، كان تاني يوم عيد ميلادي، لقيتهم عاملين في البيت ليا سربرايز بارتي يعني حفله مفاجاه، كان حاضر فيها تقريبا 3 أضعاف عدد الاجتماع. هي ناس تحبني يعني، الناس تحبني تحب تعمل لي عيد ميلاد وكده، بس يوميها فعلا حسيت انا فاشل، انا ضايع. ومرت الايام ومرت السنين ودخلت في خدمه في كنيسه قصر دوباره، وقعدت عليها سنين ما بخدمش فيها خالص، وبعدين فجاه ابتديت اخدم تاني وسط ثانوي وسط جامعه، وبعدين ربنا دعاني للتفرغ، وانا مدعو للتفرغ حصل عندنا في اجتماعات الشباب ازمه كبيره جدا بعد الثوره، انه شباب كتيره تعبوا مننا فعلا يعني، تعبوا مننا وصاروا ومشوا بره الكنيسه زي اللي بيحصل في كل الكنائس، وكان الوضع صعب جدا، صعب جدا جدا جدا. الناس يعني حتى الناس اللي احنا ربناهم، حتى الناس اللي كانوا قريبين مننا وربناهم، كانوا يجوا لي يقولوا لي الاجتماع ده في حاجه غلط، مش بنحب نحضره،
وبعده خالص. وفاكر مره واحد صاحبي حبيبي يعني مش هقول اسمه ايه، بس مره صور لي الاجتماع من ورا في الكنيسه، وكانت الصوره دي مش عارف لو ممكن تطلع ولا لا، صور لي الاجتماع من ورا خالص، اجتماع الشباب. وطلعت الصوره ولا يعني لو طلعت الصوره، كانت الكنيسه فاضيه تقريبا خالص، وحاضر فيها كام واحد، وهي ده كان منظر الكنيسه. وكتب لي تحت الصوره وحسرتاه. وفي الايام دي قالوا لي بص يا زيزو احنا عاوزينك تمسك الاجتماع ده. وانا افتكرت لما مسكت الاجتماع الاولاني وهو كان 100 واحد وباربعه، وفاكر ان انا رجعت لربنا وقلت له يا رب انا هخرب الاجتماع ده، انا هضيع الناس دي، يعني هو ده المنظر بتاع الاجتماع اللي احنا شفناه، انا هخلي بيحضر فيه واحد يعني غالبا ما حدش هيحضره خالص، احنا هنضيع الناس، يعني انا هضيع الناس. وكنت بقضي ليالي مش عارف اعمل فيها ايه، مش عارف ازاي الشباب هيرجعوا الكنيسه، زي ناس كتيره قاعده وسطينا انت هتتجنن، مش عارف ازاي في كنيستك الشباب هيرجعوا مره تانية. وانا مش بتاع خطط قوي، يعني انت لو دخلت كنيسه قصر دوباره تسالهم وزيزو بيعرف مثلا يخطط ولا لا، من اكبر واحد لاصغر واحد هيقول لك لا مش قوي، يعني مش معايا يعني مش مشهور بالموضوع دوت. بس فاكر يوميها عملت حاجه، قلت له يا رب انا جربت الموضوع ده زمان، ان انا اقول لك على الخطه اللي انا عاوزها واقول لك انت اعملها، بس هقول لك حاجه، انا حرمي الخطه بتاعتي دي خالص، حرميها بعيد، وعاوز اجي قدامك انا والقاده، وكقاده كلنا نقول لك انت عاوز ايه، انت ايه مشيئتك، انت عاوزنا نعمل ايه. وفكر ربنا قال للقاده صلوا صلوا، كتبنا يمكن 9 خطوات للحل، بس كانت اهم واحده فيها بالنسبه لي هي الصلاه، ان احنا نقعد نصلي نقعد نصلي نقعد نصلي. وقعدنا نصلي ومفيش حاجه حصلت. وفاكر ساعتها ربنا ابتدى يشجع كام واحد فينا ان احنا نصوم، وابتدينا نصوم للاجتماع، وقعدنا كذا شهر يمكن من اكتوبر لحد ابريل، او من اكتوبر لحد مارس، من اكتوبر 2013 لحد مارس 2014، كلنا قاده مش عارفين نعمل ايه، الناس بعدت عننا، الناس ما بقتش حابه ان هي تيجي الاجتماع، بيحبونا يعني، انا لو شافوني في كشك في الشارع بنشرب حاجه ساقعه يقعدوا معايا عادي، بس ما يحبوش يجوا الاجتماع ده. وفجاه واحنا في ابريل جالنا الشباب اللي بعدوا عن الكنيسه وقالوا لنا احنا عاوزين نرجع وعاوزين نعمل اجتماع احتفال ضخم بمناسبه رجوعنا ونسميه اتس تايم، ده وقت للرجوع، ده وقت للنهضه. وانا ابتديت ابص للناس كده وقلت لهم انتوا عاوزين تعملوا كده؟ كان زعيم الحركه كان بقاله سنه ونص قبلها كان بيشرب حشيش، كان بعد للدرجه دي عن ربنا، بس جم كلهم وقالوا لنا احنا عاوزين نعمل الاحتفال ده، احنا عاوزين نبقى مسؤولين عن الاجتماع ده، احنا راجعين بكل قوتنا. وانا حاسس انتوا جيتوا منين؟ انتوا مين اللي فوقكوا فجاه؟ بس هو ده الملك اللي لما تصلي ليه يزلزل المكان اللي انت فيه، يزلزل المكان اللي انت فيه. ومهم عملوا حركه غريبه جدا ساعتها، ان هم قرروا يشيلوا بنشات الكنيسه ويركبوا ستيج زي ده في الكنيسه عشان يقولوا ده احتفال، احنا بنحتفل بالرب. وانا قلت ده هيعملوها مره واحده وخلاص، وكل الناس في الكنيسه قالوا مستحيل هيعملوها مره واحده وخلاص، هم اللي شالوا البنشات، هم اللي ركبوا الستيج، فريق من 50 واحد متطوعين، انا قلت مش ممكن يعملوها تاني. من ابريل 2014 لحد النهارده عملوها 90% من الاجتماعات، شالوا البنشات وحطوا الستيج متطوعين من غير فلوس. وفاكر في اكتوبر 2014 احنا عندنا اللي يجي الكنيسه اجتماع الشباب دايما بيبقى تحت فوق في الجاليري، عندنا هي خشب، فلما تمشي عليها كده الجاليري تقعد تدبدب وتعمل صوت غلس قوي، انا مش بحبه خالص وبحس ان هو تشويش وانا بتشوش بسرعه. ففاكر في اكتوبر 2014 تاني اسبوع لينا واحنا قاعدين في الاجتماع، في امان الله في امان الله سمعت صوت دبدبه واتغصت جدا اتغصت جدا، وقلت مين الغلس اللي بيدبدب فوق ده، وقعدت اسمع صوت دبدبه تاني وصوت دبدبه تالت، وكنت هقوم، انا ما بزعقش عاده بس بتحصل مره كل 5 سنين، كنت هقوم ازعق. وانا قايم قلت افتكر الشباب مالوا الكنيسه والناس ابتدت تطلع الجاليري، ولقيت ده اللي حصل فعلا، لان لما تيجي تصلي ربنا هو بيعمل زلزال في المكان اللي انت اللي انت عايش فيه، بيعمل زلزال. بس برضه الناس كانت بتيجي الكنيسه وما تسبحش، الناس كانت تيجي الكنيسه تسمع هو احنا بنقول ايه، هو احنا بنعمل ايه. فكملنا صلاه وقلنا عاوزين الناس لما تيجي الكنيسه تسبح، مش يقعدوا عاملين كده، الشباب لما بيجي الكنيسه بيقعدوا عاملين كده، كان الوقت كتير ما بيسبحوش، كان الوقت كتير يفضلوا قاعدين في اماكنهم، بيملوا الكنيسه اه بس ما يسبحوش. كملنا صلاه كقاده وكملنا صوم وكملنا طلب وجه ربنا، ما عندناش خطه رهيبه عملناها يعني، بس واحنا بنكمل صلاه
ابتدى عدد الناس اللي بتسبح وبتتفاعل مع ربنا يبقى اكتر واكتر واكتر، لحد ما في مره انا فاكر بعد ما بيتر مجدي عيه، وبيتر مجدي كان ليه دور كبير جدا في اللي حصل. بيتر مجدي عمل فريق تسبيح من 150 ولد وبنت ما كانوش موجودين قبل كده، 150 واحد. وفاكر بيتر بقى لما كان عيان في عز مرضه، مره جه اجتماع في ديسمبر 2015 وكان في عز التعب وكان تعبان جدا وكان قاعد في حته، وفاكر عمري ما هنسى الاجتماع ده. كنت شايف الناس فوق على الجاليري والكنيسه كلها واقفين ورافعين ايديهم وعاملين بيسبحوا. وفاكر رحت لبيتر جريت عليه وقلت له بيتر كان تعبان قوي ساعتها، قلت له بص على الناس فوق رافعين ايديهم في وقت الصلاه، وقلت له شفت ربنا عملها. وكان هو بيتر تعبان قوي ساعتها وبص لي وقال لي اه. عمل كده وهو عارف المشوار اللي هو نفسه مشيه، انه لما بصلي للملك الملك بيتدخل في المكان اللي انا فيه وبيعمل زلزال حتى لو احنا مش فاهمين اي حاجه. وفاكر مره في مساء الاحد، مره كنت بقود تسبيح في مساء الاحد. تعرفين طبعا انت وانت حاضر فتره التسبيح بتسرح صح؟ كم حد بيسرح هو في فتره التسبيح؟ اشكرك، شكرا، اشكرك. كلنا بنسرح طبعا، اللي ما رفعش ايده مش هيروح النار طبعا، هيروح السماء، بس يعني ارجع في كلامك. بس عاوز افاجئك مفاجاه، هقول لكم على حاجه بس ما تقولوهاش لحد برضو، انه حتى قائد التسبيح بيسرح احيانا، هو بيخوض التسبيح يعني عادي خالص يعني، او على القليل انا يعني انا ساعات بسرح. ففاكر مره في مساء الاحد، كان في شهر مارس اللي فات او شهر ابريل قبل ما بيتر يروح السماء بشهرين ثلاثه، بيتر مجدي عندنا ده حاجه كبيره قوي، حاجه بالنسبه للشباب قدوه رهيبه جدا فظيع. ففاكر مره وانا بقود تسبيح في اجتماع مساء الاحد عندنا في الكنيسه، في سبتني من التسبيح خالص والشعب عمال يسبح، وبصيت لربنا وقلت له اوعى تخلي بيتر يموت، اوعى تسمح ان بيتر يموت. بقول لك ايه، انا فعلا كنت بقول لربنا كده، بقول لك ايه، دي الاجنده بتاعتي، بيتر لو مات الشباب دول كلهم هيتعصروا، فاوعى تعمل كده. كنت بصليها بحرقه يعني، بصليها بحرقه بقول له اوعى تعمل كده، لازم تخففه، لان انا بحب بيتر جدا وبيتر صاحبي وحبيبي ولحد النهارده مفتقده، بس كمان الشباب دول هيتعصروا. ومن جوايا قلت جمله بايخه قوي اقولها، قلت له عملت كده حرام عليك فعلا، بس دي الاجنده بتاعتي. وفاكر ساعتها رد ربنا وانا في الاجتماع، كل ده بيحصل وانتوا عاملين تسبحوا، كل ده شغال يعني. وفاكر ربنا ساعتها كلمني وقال لي ما تقلقش عليا، تقلقان عليا ما تقلقش عليا، يعني انت مالك؟ مش انت خايف الشباب بيبعدوا عني؟ دي حاجه بيني وبينهم، انت مالك؟ انت شحشرك. ففكر قال لي كده. ففي مره تانية قمت رميتها بعيد، ومرت الايام وبيتر راح السماء يوم الاحد 14 اغسطس، وعملنا اول اجتماع شباب بعدها يوم الجمعه، كان 20 اعتقد او 19 مش فاكر. ومن اول ترنيمه ده كان المنظر، لو الصوره عندنا ممكن نفتح الصوره، ده كان المنظر بتاع اجتماع الشباب. الشباب كلهم من اول ترنيمه واقفين بيسبحوا ربنا، والجاليري مش باينه بس كان فيها ناس كتير جدا، وناس عاوزه ربنا من اول لحظه، مش لما ابتدينا نشارك عن بيتر مجدي، مش لما ابتدينا نشرح ايه اللي حصل، لا 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 لا، من اول لحظه تقريبا 1000 شاب وشابه بيسبحوا ربنا من اول لحظه. وساعتها بصيت لربنا وحسيت كده ربنا بيبص لي بابتسامه بيقول لي انا الملك، انا الملك، انا عارف انا بعمل ايه، ما تقلقش، انا الملك، انا اعمل زلزال في البلد اللي انت فيها، اعمل يقدر يعمل زلزال في البلد اللي احنا فيها، يا نهار ابيض ده يزلزلها كده، بس انت روح له وقول له انا عاوز مشيئتك، قول له عاوز مشيئتك. اقول لكم لما ربنا اختار بولس، جمله غريبه قوي تتقال، لما فاكرين مين اول واحد صلى مع بولس؟ فاكرين كان اسمه ايه؟ حنانيا. بالظبط كده، بولس بيحكي الحكايه دي في اعمال الرسل 22، معلش هقرا الايه معاكم، بيحكيها في اعمال الرسل 22، حنانيا بيقول له الكلمات دي، كلمات انت لو قريتها اعتقد هتقراها بتشكيل غلط، وهقراها معاكم بالتشكيل الغلط اللي في الاول، اعمال 22 عدد 14. حنانيا بيقول لبولس يا بولس اله ابائنا انتخبك، يعني اختارك كده من وسط الناس، ليه يا ترى؟ انا هقراها غلط، اختارك ليه؟ لتعلم مشيئته، عشان تعلم الناس مشيئته. بس تعرفين ايه مش كده؟ هو اختارك لتعلم مشيئته،
وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. ده هو اختارك عشان تعرف ايه الخطة بتاعته، ايه مشيئته، مش عشان تمليه. الكراسة دي اتبهدلت معايا خالص يا جماعة، دي ملهاش اي علاقة بالموضوع بس انا واخدها يعني للشرح. مش عشان تمليه الاجندة بتاعتك، لا لا مش عشان تمليه الاجندة بتاعتك، انما عشان تعرف ايه هي مشيئته. ولما تعرف ايه هي مشيئته تقول له ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. ولما بولس عمل كده حصل زلازل في كورنثوس وفي أفسس وفي كل أوروبا، والتلاميذ فتنوا المسكونة، وحصلت آيات وعجائب رهيبة 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 رهيبة. بس يوحنا المعمدان برضو ما خرجش من السجن وتقتل، بس حصلت آيات وعجائب مع الرسل بطريقة رهيبة، لأن هم قالوا له إحنا مسلمين نفسنا ليك. ومن كتر ما بولس عمل زلزال في أوروبا، الإمبراطور فاكرين عمل فيه إيه؟ أخده وقتله، قال الراجل ده تعبنا، ده عمل شقلب اوروبا، كفايه عليه كده، قتله. وافتكر ان هو لما قتل بولس ان خلاص المسيحيه دي هتنتهي. بس من ساعه ما قتل بولس لحد سنه 312 المسيحيه يعني ملت اوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط، عملت زلزال. لان يمكن الامبراطور قتل بولس بس ما عرفش يقتل ملك الملوك ورب الارباب اللي اسمه يسوع المسيح، لانه حاول يقتله قبل كده قبلها ب 30 سنه، بس هو مات على الصليب وفي اليوم الثالث قام من الموت. ومن ساعتها لحد النهارده هو عمال يعمل زلزال 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 في العالم كله، مستعد يعمل زلزال في كنيستك. لو انت جيت وقلت له يا رب انا عاوزك تيجي بلدي وعاوزك تيجي كنيستي وعاوزك تصنع امور رهيبه رهيبه رهيبه، وانا متاكد انه هيجي بنهضه في كنيستك وهيجي بنهضه في كنيستك. هو ده الهنا، هو ده ملكنا. سنه 1949 في الصين قامت الثوره الصينيه، والثوره الصينيه دي قامت من شيوعيين، والشيوعيين ابتدوا يضطهدوا كل حد متدين وكل حد صاحب ديانة، وكان المسيحيين هم أكتر ناس يمكن منتشرين هناك، فاضطهدوا المسيحيين جدا جدا جدا، بهدلوهم وحطوهم في السجون واضطهدوهم. وطبعا يعني بهدلوهم، اللي عاوز يعرف البهدلة للصينيين حصلت ليهم في الوقت ده يقرأ كتاب الرجل السماوي يون، مش عارف كم حد قراه، بس اللي يقرأ الكتاب دوت لا تعرف أن الناس دي ما بتهزرش. يعني كانوا ممكن يحطوا الرجل دوت في سجن مليان فضلات من البهائم والناس، يحطوه كده عايم وسطيها لمدة أيام. تعرفين يعني ايه فضلات؟ طبعا كان يجيبوا القضيب الكهرباء ويحطوه جوه بقه، كانوا يكسروا له رجليه، كانوا يعملوا كده، كانوا يجيبوا مراتات الخدام يعتدوا عليهم قدامهم. ده كان بيحصل في الصين. وبعدين جم سنه 1966 قالوا لا يا جماعه احنا هنقعد نضطهدهم ونقتلهم، لا احنا نلغي المسيحيه، ممنوع تكون مسيحي في الصين، ممنوع 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 منعا باتا، ممنوع انت كده الليجل. يعني حاليا هم فتحوها تاني سنه 77 بس بشروط، قالوا الكنيسه اللي هتفتح بالشروط بتاعتنا تشيلوا الحته دي من الكتاب المقدس وتقولوا الترانيم دي وما تقولوش الترانيم دي. بس من 66 ل 77 او 76 منعوا اصلا اي كنيسه تبقى موجوده في الصين. حاولوا يقتلوا المسيح، حاولوا يقتلوا الملك، بس الملك ما بيموتش. الملك بتاعنا لما بيقوم مش بيقتل اللي حواليه، بيدي حياة. والصين ابتدت المسيحية تنتشر فيها بصراحة من الوقت ده. وأنا بختم، أنا خلاص أنا بختم وهنقول الترنيمة اللي احنا كنا بنقولها في التسبيح. بس ده الخبر اللي جه. تعرفين دايما احنا المسيحيين نحب نقول ايه؟ المسيحية في الصين بتنتشر و100 مليون مسيحي في الصين و200 مليون مسيحي وأرقام كبيرة. وأنا بحس احنا كده بيننا وبين بعضينا بنبالغ شوية. بس من 9 أيام، من 9 أيام بي بي سي العربية، بي بي سي العربية افتحها على جوجل، جابت الخبر اللي هنشوفه دلوقتي ده على الصفحة بتاعتها. بصوا الخبر بيقول ايه؟ هل تصبح الصين أكبر دولة مسيحية في العالم؟ بس وانت بتفتح الخبر ده عاوزك تقراه، اوعدوني النهاردة روح لجوجل واكتب كده بي بي سي العربية الصين والمسيحية وهيطلع لك الخبر ده. اخر سطر في الخبر، خبر طويل عريض بيقول لك الانجيل بيطبع كل ثانيه وانه يعني في نهضه كبيره، بس اخر خبر، فاكرين مين اللي اضطهد المسيحيين سنه 49؟ الشيوعيين، الحزب الشيوعي. اخر سطر في الخبر بتاع البي بي سي ده، اخر سطر بيقول ايه؟ واصبح الان عدد المسيحيين في الصين اكبر من عدد اعضاء الحزب الشيوعي في الصين. ده الملك، ده الملك.
قوم يا رب، قوم 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 واعلن عن نفسك، قوم واعلن عن نفسك. التلاميذ في يوم من الايام قالوا لهم اسكتوا ما تتكلموش، فاجتمعوا مع بعض وردوا بالايات دي: والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهره، بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا، فاكرين لما صلوا حصل ايه؟ حصل اللي انا بحكي عليه ده، تزعزع المكان ده، يعمل زلزال. الملك بتاعنا لما بيقوم بيعمل زلزال، وانا نفسي ان احنا نقوم النهارده. خلينا نقوم نقول الكلمات اللي كنا بنقولها في التسبيح دي: اهتزت الارض. ده الهنا يعمل زلزال، يعمل زلزال في كنيستك، يعمل زلزال في مدينتك. اهتزت الارض، انفتح القبر، لان يسوع المسيح ملك الملوك ورب الارباب، قام من الموت وناوي يجي. بس انت قول يا رب انا عاوزك، قول يا رب انا مستنيك، انا مستنيك تيجي بقوتك، بخلاصك، بتحريرك، بقيامتك، باياتك وعجائبك بكل قوه. الترنيمه دي بتقول له كده: اهتزت الارض، انفتح القبر. وبعدين ركز مع الكلمه الثالثه: حبه الشديد لا ينهزم. لما بيقوم بيدي حياه للناس، لما بيقوم بيدي حياه للناس. اسمعها كده، يمكن لو ما تعرفهاش اسمعها مننا اول مره، وبعدين قولها معانا المره الثانيه: اهتزت الأرض، اهتزت الأرض، فتح القبر، حبه الشديد لا ينهزم. أين شوكتك؟ أين شوكتك يا قوة الموت؟ قد غلب الحمام. اهتزت الأرض، انفتح القبر، حبه الشديد لا ينهزم، لا ينهزم. أين شوكتك يا قوة الموت؟ قد غلب الحمل، قد غلب الحمل. يسوع للأبد ومجده.
مجدا مجدا هاليلويا مجدا هاليلويا مجدا هاليلويا قد غلب الحمال مجدا هاليلويا مجدا هاليلويا مجدا هاليلويا قد غلب الحمال مجدا هاليلويا مجدا هاليلويا مجدا هاليلويا قد غلب الحمال مجدا هاليلويا مجدا هاليلويا مجدا هاليلويا قد غلب الحمال للأبد ومجد للأبد مرتفع للأبد مقام من الأموات حي للأبد للأبد ممجد للأبد مرتفع للأبد قد قام من الأموات حي عاوز اشارككم بحاجه كده واحنا بنكمل الصلاه. ساعات كتيره ممكن تسال ربنا هو انت بتتكلم بجد؟ هو انت فعلا عاوز تعمل كده ولا لا؟ وعاوز احكي لك على قصه غريبه حصلت معايا واحنا بنكرر الكلمات دي تاني. في مايو اللي فات كنت قاعد بصلي كده في خلوتي قبل ما اقرا الكتاب المقدس، قاعد بصلي في خلوتي وبقول يا رب تعالى بلدنا. بلدنا تعبانه بتئن مجروحه وعاوزاك. وبعدين ابتديت اتخيل حجم التعب اللي احنا فيه وفاكر صليت الجمله دي، كان اول مره اصليها في حياتي. قلت له يا رب احنا مش هينفع معانا غير ايات وعجائب وتدخل من النوع بتاع زمان، ايام ما خرجت شعبك من ارض مصر، ايام ما شقيت البحر كده والبحر اتشق وخرجوا. احنا محتاجين زلزال من النوع ده مش اقل من كده. انا عمري ما صليت الصلاه دي قبل كده بس قلت له يا رب مش محتاجين اقل من كده في مصر دلوقتي، تشق البحر تعمل عجايب زي اللي كنت بتعملها ايام زمان لما شعبك خرج من ارض مصر. انا كان اول مره في حياتي اصلي الصلاه دي وانا في الخلوه بقرا كتاب مقدس بالترتيب، وكان يوميها الميعاد ان انا اقرا ميخا سفر ميخا اصحاح 7 وقريت الكلمات دي هيت، وانا عمري ما شفت الكلمات دي قبل كده في الاصحاح ده ولا عمري خدت بالي ان هي موجوده، بس جت في اليوم ده عدد 14 ميخا بيصلي صلاة وبيقول له ارعى بعصاك شعبك غنم ميراثك ساكنة وحدها في وعر وسط الكرمل لترعى في بشان وجلعات كأيام الخدم. كأنه هو بيصرخ وبيقول له رب شعبك تعبان، شعبك بيئن، أنا بصلي من أجل الشعب ده. فربنا قام رد عليه في اليوم ده وقال له الكلمات دي، عدد 15 عاوزك تقراها. كأيام خروجك من أرض مصر أريه عجائب. ودي الصلاة اللي أنا كنت لسه مصليها قبلها بعشر دقايق، وكتبت في الإنجيل بتاعي في اليوم ده أنا صليت الصلاة دي وربنا رد عليا الرد ده. وأعتقد دي مش صدفة، وأعتقد ربنا جايبك المؤتمر ده عشان يقولك أنا ممكن أصنع في حياتك أمور عظيمة، بس قولي إيه هي مشيئتك، قولي إيه هي مشيئتك. ربنا عاوز يعمل معاك زي ما عمل مع بولس، عاوز يعمل معاك زي ما عمل مع بولس، يعلمك مشيئته. ولما تمشي ورا مشيئة الملك هتشوف آيات وعجائب ونهضة وقوة غير عادية. خلينا نغمض عينينا قول يا رب شقلب حياتي زي ما عملت مع بولس، زي ما عملت مع التلاميذ. يا رب استخدمني في الوقت ده في الزمن ده، لأن أنت الملك، أنت الملك، أنت الملك، أنت الأسد الخارج من سبط يهوذا.
انت اللي تعمل زلزال. انت يا رب اللي لما تقوم تدي حياة. انت لما تقوم يا رب تزلزل أمة زي الصين. انت لما تقوم يا رب تبارك ناس كتيرة، تشفي من أمراض، تحرر من خطية، تدي رجاء بدل اليأس. يا رب أشكرك لأن انت في وسطنا جبار 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 تخلص. يا رب أنا بصلي من أجلي ومن أجل كل واحد موجود النهاردة أنك تعالى تعالى يا رب علينا بأحلام جديدة. تعالى يا رب جدد الأشواق جوانا، جدد أحلامنا باسم يسوع. عاوزينك يا رب، عاوزينك. صليها مرة تانية. اهتزت الأرض، اهتزت الأرض، انفتح القبر، حبه الشديد لا ينازي. أين شوكتك يا قوة الموت؟ قد غلب العمى للأبد للأبد للأبد. وصلنا في الأعالي،
المجد نرفع اصبعنا ونعلي منك ونفتخر بشخصك وصلنا في الاعالي. مجد 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 لرب الارباب. وصلنا في الأرض.